الصورة. نقدر كل المواهب الشباب العربية شدنا بنكون قادرين على إثبات وجودنا وإن إحنا بنفهم أكثر ذوق المرأة العربية، فإحنا الأولى بيها لأبنائها. عامل طوفان دراما المصرية، بغيكم تستغربوا معايا النجم الكبير المصري أحمد زاهر. ليس تنهي الدورة الفنان الذي يحبه الصغير والكبير عشان طبعا لا نسوش نرحبوا بزوجته الجميلة هدى ساهر، نتألم بطلانة جميلة مصرية من مصابة العدلية نبريهاري. مرحبا بك هدى، مرحبا بك أحمد ووصي مهيلة. مساء الخير عليكم، كيفكم؟ لاباس؟ يا جماعة اثبتوا بحبكم بزاف 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 بالاخر يعني. طبعا انا مبسوط جدا 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 ان انا اتقررت مهرجان الافطار الاوروبي، وان انا اول مره اجي المملكه المغربيه العظيمه، وانا سعيد جدا جدا بحفاوه الاستقبال وبالشعب المغربي العظيم الكريم اللي قابلتوني بمنتهى الحفاوه والحب والجمال. وانا سعيد جدا 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 ان انا موجود في وسطكم النهارده، وبشكر الاستاذ زكي مدير المهرجان، وسعيد ان انا معاكم جدا جدا، ويا رب دايما اشوفكم على خير. شكرا. وبشكر الصحافه المغربيه اللي مغطية الحدث، وبشكر الصحافة المصرية صحافة الملايين اللي جات لغاية هنا علشان تغطي الحدث الجميل. شكرا ليكم جميعا، ميرسي ورسالة تكريم جميلة. شكرا. احنا دورنا نشكر ومحتاج ليكم اخبار مصر ضيوف اعزائنا، وغادي نتقابل نقول لك كثير عن التكريم غادي نقدموه السيد راهي مكور رئيس جامعة تضامن للفن والثقافة. طبيعة الحال التكريم غادي يكون مع تصفيحات الجمهور الرائع اللي حضر معنا الليلة بمدينة طنجة وضيوف مدينة طنجة. زاهر تسلح هاتفين وإن شاء الله دائما ننسى أن نروح نتعلق ونشوفوا أعمالك إن شاء الله.